لم يتمكن من معاينة أهداف مواجهة اليوم. هنا الهدف فيفيان مابيدي اللي جاء في الجولة الأولى من خلال تمريرة ياسين الصالحي، طبعا في حدود تقريبا دقيقة 24 ياسين الصالحي كان حاضرا على مستوى التمرير. بعد ذلك جات كرة من جديد داخل منطقة العمليات مامادو ديان، كي بعد الخطورة عصام الراقي كينزل الكرة برجل يسرى يوقع الهدف الثاني تقريبا في حدود دقيقة 27 من الجولة الأولى، هدف ثاني. بعد ذلك جات محاولة من جانب فريق الرجاء الرياضي، هنا محسن متولي كينسل من الجهه اليمنى، تمريره كانت قصيره اتجاه فيفيان مابيدي، فيفيان مابيدي كي يهز العين ديالو كيلقى ياسين الصالحي وتسجيل الهدف. طبعا جوج دقائق تقريبا على نهايه الجوله الاولى. الجوله الثانيه محسن متولي يعني كيتمكن من تسجيل هدف، هدف عن طريق ضربه جزاء، طبعا الهدف رقم اربعه. وبعد ذلك يختم مشوار وسلسله اهداف اليوم ياسين الصالحي بيد الراسيه والهدف الخامس. مشاهدينا هذا محمد العدلي يحييكم، شكر موصول زميلي سعيد احفور في